إذا أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو. كما وعدناكم البارح قلنا بأننا غادي ندير واحد الفيديو تفصيلي وغنشرحوا لكم فيه الكواليس ديال جلسة اليوم، بخصوص طبعا المحاكمة ديال عائلة نعيمة البدوية. كيف ما قلنا البارح أنساتي سادتي، قلنا تكهنات وانتظارات بنسبة ديال 90%. قلنا بأن الجلسة سوف يتم تأجيلها، وفعلا ذلك ما كان، تم تأجيل الجلسة أنساتي سادتي. أقول لكم فوقاش تأجلات، نقول لكم التاريخ، ونقول لكم أيضا على سبب تأجيل هذه الجلسة. اليوم كان حضور ديال المحامي الأستاذ نبيل النوري، اللي طبعا طلب واحد الملتمس. هو ملتمسين، الملتمس الأول هو أن في الخبرة يكون حضوري، الخبرة تكون بشكل حضوري، يعني المحامون ديال جميع الأطراف يكونوا حاضرين أثناء الخبرة. والملتمس الثاني هو طلب على أساس أنه إطلاق سراح مريم ولو بكفالة، إطلاق سراح مريم ولو بكفالة. من هنا للسبعة ثمانية نقدروا نعرفوا واش المحكمة غادي تستجب لهذا الطلب أو لا غادي ترفضه. كنتمنوا أنها تستجب ليه وترجع مريم إلى أحضان أسرتها الصغيرة وأسرتها الكبيرة. كان غياب ديال الأستاذ المحامي اللوغاني، كان كينوب على واحد الأستاذ، كان غياب ايضا ديال الاستاذ القيسي المحامي ديال منعيم وزهير ومريم. اذا اللي كان حاضر اليوم هو الاستاذ النوري انساتي سادتي. كانت المحاكمه عن بعد، بان منعيم في الاول في التلفازه، شويه بانت مريم، كان واحد النص ديال زهير اللي كيبان فقط. كانوا الأطراف الثانية موضوع النقاش اللي هما فتيحة القروية و حفصة و أمي زهرة وعثمان، ما جاوش اليوم للجلسة. ما عرفتش كانوا واقيلا كيعرفوا ولا كانوا عارفين بأن يتم التأجيل ديال الجلسة، إذا ما جاوش للجلسة. هنا فين غنوصلوا للموضوع ديال سبب تأجيل الجلسة. كيف ما كتعرفوا أن الجلسة اللي فاتت كان واحد الملتمس ديال الأستاذ اللوغاني من أجل إجراء خبرة على ذاك الصبع، باش يشوفوا واش كاينة هناك عاهة ولا ما كايناش هناك عاهة. القاضي كان في الأول خدا قرار على أساس أنه يكون الحكم بعد المداولة، لكن حتى لآخر لحظة الملتمس ديالها الطلب ديالها تقبل، وفعلا خداو قرار على اساس انه يتم تاجيل 15 يوم من اجل اجراء الخبره. الخبره في هاد 15 يوم ما دارتش، يلا تخلص الصندوق دابا واحد 3 ايام واقيلا او 4 ايام، يلا تخلص الصندوق، الخبره مازال ما دارتش. لهذا تم تاجيل الجلسه للمره الثانيه من اجل اجراء الخبره، تاجلات عاوتاني 15 يوم، يعني 22/1/2024، 22/1/2024، يعني 22 في هذا الشهر عاد غادي يكون النطق بالحكم، غالبا غيكون النطق بالحكم. في حالة ما إذا دارت الخبرة روا هذاك، ما دارش الخبرة راه المحامون غادي يطالبوا بالمحاكمة العادلة في حضور جميع الأطراف. إذا هذا هو الوصف ديال الجلسة اليوم. ما تعطلوش بزاف، لأن كيف ما كتعرفوا على أن المحامي النوري خارج هيئة فاس، فالملفات ديال المحامون اللي كيكونوا خارج الهيئة ديال فاس كيكونوا كتكون عندهم الأسباقية، لأن كيعرفوا بأنهم جايين من مدن بعيدة، خصهم يدوزوا الملفات ديالهم باش يرجعوا بحالهم بكري.
دوزوا الملف هو الاول ما تعطلوش بزاف، كانت القاعه عامره كيف ما ديما. باش بانت مريم في التلفازه كانت حاضره ناديه، ناديه اخت حميد، ناديه واختها في الباديه راكم عارفينها، عندها قناه على اليوتيوب، واخت حميد وهي يعني اللوسه ديال مريم. نتوما كتعرفوا كانوا عندهم خلافات، كانت عندهم واحد مشادات كذا الى اخره، داك خلاف عائلي حنا ما غاديش نتدخلوا فيه طبعا. عموما كان خلاف، لكن بعد الصلح ديال البدويه منين تصالحات مع مريم، اولا منين تصالحات مع ناديه ومع الصديقه ديالهم خديجه، طابت القلوب وحنات القلوب، واعتقد على ان المياه ترجع لمجاريها. قلنا ناديه كانت حاضره هي وخديجه، كانوا حاضرين في المحكمه، ودخلت للجلسه وشافت مريم، شافتها في التلفازه، لان المحاكمه كانت عن بعد. ملي شافتها بكات، شفت الدموع في العينين ديال مريم، مريم بكات وتاثرات، هي وخديجه بكاو ملي شافوا مريم. هذا ان دل على شيء فانما يدل على ان الاصل الطيب كيرجع للاصل الطيب. ملي شافتها بقات فيها ونسات جميع الخلافات اللي كانت ما بينها وبين اختها، او ما بينها وما بين الاخت ديال او الزوجه ديال الاخ ديالها، نسات جميع الخلافات وانهارت في البكاء. وكان حاضر ايضا طيب، كنوجهوا لي تحيه من هذا المنبر، وكان حاضر اللي عقلت عليهم اللي نسيتهم يسمحوا لي، كنت طيب جات مع بنته واقيلا هذيك السيده اللي كتكون معها ديما، والله ما كنعرفها واش بنته ولا ما عرفتش. انا عارفين ما كندخلش بزاف في هذه المسائل العائليه، غالبا كنكون حاني راسي، غير اللي مباصر انا وياه اللي كنتكلم معاه، اما اللي ما كنقدرش نهز فيه الراس راه كيكون بيني وبينه يعني التقار، ما كنعرفوش، اقسم بالله كندخل ما كنعرفش شكون هو هذا من هذا، اش كيجي هذا اش كيجي هذا، ما كندخلش في داك الشيء، دوك التفاصيل ما كندخلش فيهم. كان طيب، وكانت واقيلا كانوا معاه شي جوج ومع ثلاثه، كانت ميطو، كانت حاضره ايضا ميطو، كنت بغيت نسلم عليها ولكن مشيت كنهضر مع الاستاذ المحامي. مسائل خاصه ما بينه وما بين لمياء، لمياء اختنا لمياء طبعا اللي كنوجهوا لها طبعا حتى هي التحيه من المنبر، لان لمياء ورجاء وحميد، وحميد هما اللي جاوا، البدويه ما جاتش، ما حضراتش الجلسه، لان البدويه ظهرها كيحرقها وعيانه ما فيها ما تجي، فتا هي ما جاتش. قلنا كانت حاضره ميطو في القنوات اللي كنعرف انايا اللي عاقل عليهم، كان تاج تيوب، كان ياسين القنيطري حتى هو ايضا اللي كنوجه لهم تحيه من المنبر. شكون كان اخر الا ما خفتش الذاكره ديالي تخونني؟ كان زهير طبعا فيس بريس، كانت معاه هذيك المساعده ديالو الصحفيه اللي معاه. خليناهم في الباب كي ياخذوا لقاء مع ناديه اختها خديجه. انا ركبت ومشيت، مشيت انا وحميد ولمياء ورجاء. طبعا كيف ما كتعرفوا جاوا معايا رديتهم، لان راكم عارفين انا هو خوهم، انا هو يعني الاخ ديالهم، ضروري غادي نوقف معاهم في هاد الشده هادي على ما تدوز ان شاء الله، وديك الساعه يكون خير. شكون كان اخر؟ هادو ملي كانوا في المحكمه. اذا قلنا كان غياب ديال الاطراف الاخرين، موضوع النقاش ما جاش، ما جاتش المحاميه ديالهم، ما جاش الكيسي، جا النوري كنوجهوا له تحيه من المنبر، جا تبارك الله حضر كما قلنا، طلب دوك جوج ديال دوك الملتمسين. كنتمنوا على ان الملتمس ديال اطلاق سراح اخت مريم ولو بكفاله يتقبل، كنتمنوا من هنا العشيه ان شاء الله يكون خير. اذا كان هذا هو الوصف ديال المحكمه اليوم، الى بان شي جديد غنخبركم به طبعا اكيد نساتي سادتي.
إذا إلى هنا كينتهي هذا الفيديو، دمتم في رعاية الله، لنا لقاء قريبا إن شاء الله. إلى ذاك الحين دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. سلام عليكم.